وبالعودة إلى ملف اليوم والإطاحة برؤساء تحرير الصحف، ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ سليمان الحكيم الكاتب الصحفي. أستاذ سليمان مرحبا بك. أهلا بك، أهلا وسهلا. نعم أستاذ سليمان، رغم حملات ترويجه وتلميعه، لماذا عبد الفتاح السيسي غير راضي عن رؤساء الهيئات الصحفية؟ الحقيقة يعني لأكثر من سبب. أولا قوة التأثير الإعلامي للإعلام الخارج وعدم قدرة الإعلام الداخلي على مواجهتها بالحقائق، ولكن يعني كان أسلوب الإعلام الداخلي دائما هو التشنيع، أسلوب التشنيع والقذف والسب دون الدخول في عمق الموضوعات، لأنهم كانوا عاجزين عن أن يصلوا بمستواهم المهني ومستواهم الفكري إلى مضمون المسائل يعني أو جوهرها، فعجزوا عن هذا، فكان لابد من أن يغير هؤلاء العجزة والفشلة الذين فشلوا في مهمتهم الرئيسية وهي مواجهة الإعلام الخارجي. ثانيا الحقيقه في هذه النقطة أستاذ سليمان، لاحظ أنك تتحدث، يعني أنت شيخ من شيوخ هذه المهنة أصلا، أيضا أنك تتحدث عن شيوخ لهذه المهنة لهم في هذه المهنة 60 و30 و40 و50 عام، كيف فشلوا حتى يتضح الأمر أكثر؟ نعم فشلوا لأنهم يعني غير أولا يعني لابد لكي تنجح في إعلامك وفي مضمونك لابد أن تكون مؤمنا به في البداية. الكل في يعني الكل بلا استثناء في الوسط الإعلامي الحكومي غير مؤمن، لأنه يرى الواقع يسير في اتجاه وهو يتحدث في اتجاه عكسه بالضبط، مع أن الواقع واضح بالنسبة للناس، واضح بالنسبة للجمهور، وواضح بالنسبة للشعب. يعني كان من السوء بحيث انك لا تستطيع ان تغطي عليه، لا تستطيع ان تناور به، يعني ان تناور ببعض الامور للتغطية عليه او لتمييعه او للرد على الاعلام. الحقيقة انه هؤلاء لم يكونوا مؤمنين تماما بما يقولون، لان الواقع كان اكبر من ان يغطوا عليه أو يعني يحرفوه أو يزيفوه. للأسف يعني صرفت الدولة مليارات وعشرات المليارات على هذا الإعلام وعلى أناس يعني لا يعرفون قيمة الإعلام ولم يعني يتدرسوا أو يخبروا هذه المنظومة أو هذا المضمون يعني بشكل حرفي. هم يعني استعانوا بمن بلعب كورة مثلا أصبح إعلامي، بممثل أصبح إعلامي، ناس مش دارسة الإعلام ومش فاهمة الرسالة الإعلامية على وجهها الحقيقي. فكيف ينجح هؤلاء؟ كيف ينجح مثلا عزم مجاهد لاعب كرة الفولي كرة الطائرة؟ كيف تنجح بنت محمود ياسين الممثل؟ كيف ينجح الواد تامر عبد المنعم ابن مش عارف مين وهو ممثل؟ لكن هناك يعني ايضا صحفيون، ولكن تم الاستعانه بهم. نعم ولكن هناك ايضا صحفيون لهم زمن في هذه المهنه، مثلا خالد صلاح، مثل محمد الغيطي، مثل محمد الباز، كانوا يقدمون البرامج على التلفزيون. ايضا هؤلاء فشلوا في مهمتهم. نعم فشلوا لأنهم طيب. في البداية عايز أقول لك في البداية أنهم لم يكونوا مؤمنين بما يوصلوا في رسالتهم الإعلامية، لأن الواقع أكبر من أن يزيف، الواقع أكبر من أن يحرف، الواقع أكبر من أن يعني يتم القفز عليه. طيب فهؤلاء يعني فشلوا لأن هم فشلوا في توصيل رسالتهم، هذه النقطة واضحة لأنهم غير مقتنعين بها. طيب هل السيسي أو هل لهذا الأمر علاقة ربما بقانون الصحافة الجديد؟ هل لهذه هذا الاستغناء أو هذه الإطاحة بالأحرى
علاقة بقانون الصحافة الجديد، أي أن السيسي بعدما هؤلاء أكملوا مهمتهم في أنهم أقروا قانون الصحافة الجديد أطاح بهم؟ نعم، ثاني السؤال لو سمحت. أسألك، هل لهذا علاقة بقانون الصحافة الجديد، أي أن عبد الفتاح السيسي بعد أن أتم هؤلاء الصحفيون مهمتهم في إنجاز قانون الصحافة الجديد أطاح بهم من مناصبهم؟ نعم. بص يا أستاذي، المشكلة أن قانون الصحافة الجديد جاء ليكتف أو يحزم صحافة المعارضة أو كل من له نية في أن يعارض بصالح، يعني أن يبعث من صحافة المعارضة لصالح هؤلاء، يعني أن يخفف من المعارضين ليجعلهم في متناول هؤلاء الفشلة العجزة، في متناول يعني زي الملاكم الذي يعني ينزل الحلبة وهو بيد واحدة أو مكبل أو متكتف علشان ينال منه خصمه. يعني ده بالنسبة لقانون الصحافة. هو لما تأكد ان المعارضة ما زالت قوية، يعني قوية على المنازلة وقوية على المنافسة، أراد أن يكتفها بقانون يسمح لهؤلاء الصحفيين أو الإعلاميين الحكوميين من أن ينالوا منهم، ولكن للأسف الحقيقة أنهم لم يتمكنوا من ذلك. هؤلاء الإعلاميين الحكوميين لم يتمكنوا رغم ما قدم لهم، رغم ما قدمه لهم القانون من أفضلية. يعني طيب أستاذ سليمان، من أبرز الأسماء المرشحة لرئاسة الهيئات الصحفية والإعلامية؟ ضياء رشوان وياسر رزق وعبد المحسن سلامة وحمدي الكنيسي. هل السيسي قرر الاستعانة بجنوده من هؤلاء الصحفيين من أجل إتمام السيطرة على الوسط الصحفي والوسط الإعلامي؟ شوف يا سيدي، هنا في هذه النقطة بالذات لا نعول كثيرا على الأسماء، لأننا يعني لكن في النهاية يعني فليأتي محمد حسنين هيكل نفسه، مش هقول لك يعني لا الكنيسي ولا حمدي رزق ولا ياسر رزق ولا غيره، لكنه يعمل وفق خطوط عامة لا يمكن الخروج عليها، لا يمكن تجاوزها. يحدد لهم ما يقال وما لا يقال. هذه صحافة وإعلام التوجيهات، تأتيهم التوجيهات من خارج الوسط الإعلامي، تأتيهم التوجيهات من إدارة الشؤون المعنوية، من إدارة المخابرات، أكثر من جهة تتدخل في رسالتهم الإعلامية وفي إعطاء التوجيهات لهم. فالمشكلة هنا من الذي يقبل على نفسه؟ كلهم يقبلوا طبعا في مقابل ما يحصلون عليه من الامتيازات، كلهم يقبلون مثل هذا التوجه ومثل هذا الأسلوب والسلوك الإعلامي. الحقيقه انه انا لا اقف كثيرا عند من سياتي ومن سيذهب، ولكني اقف كثيرا عند الاتجاهات، المبادئ التي يسير عليها هؤلاء. المبادئ لن تتغير. المبدا هو ان تدافع بشراسه عن هذا بالحق وبالباطل عن هذا النظام. هو ده الاسلوب، وهو ده اللي يجب ان يعني يلتزم به اي صحفي سياتي، مهما كان اسمه كبير او صغير، مهما كانت خبرته كبيره ام صغيره. شكرا جزيلا لك الكاتب الصحفي الاستاذ سليمان الحكيم، كنت معنا عبر الهاتف.